تحليل لماتش عالمي ولا تحليل لمباراة في كأس العرب ولا رد فعل على منتخب من منتخبات شمال أفريقيا، ده فيديو للدوري المصري الدرجة الثالثة ومجموعة الفيوم اللي فيها الواسطة ولافينا، واللي مباراتهم النهاردة كانت مثيرة جدا 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 لحد اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة اللي حكم كابتن محمود الدسوقي بيقرر يحسب ضربة جزاء للافينا قصاد الواسطة. بس إيه بقى المشكلة؟ المشكلة عزيزي إن لافينا هي ملك الرجل الأعمال المصري محمود الأسيوطي، محمود الأسيوطي اللي كان صاحب نادي الأسيوطي اللي باعه تركي الشيخ وبقى بيراميدز. فمحمود الاسيوطي نزل عمل نادي في الدرجه الرابعه اسمه لافينا، وصعد السنه اللي فاتت والسنه دي بيلعب درجه ثالثه، وبسم الله ما شاء الله سمعتهم حاجه اخر جمال، يعني الحكام بتروح هناك تاكل وتشرب والدنيا حلوه قوي، وفي تزوير على ابوه في القطاع بتاعهم، والدنيا بسم الله ما شاء الله عندهم عنب، فمعروف يعني ان الدنيا هناك مش مستقره قوي. فلما حكم يحسب ضربه جزاء لافينا في الدقيقه 93، مش خير ابدا، انت باشا بتكسب لافينا على ملعبها، ولافينا كانوا جايبين دكتور عطيه السيد، ودلوقتي مشوا دكتور عطيه السيد وجايبين كابتن الجيوشي اللي كان ماسك الواسطه، والماتش كان قدام الواسطه وضربه جزاء بيقال ان هي ضربه جزاء فضيحه. انا بصراحه ما اتفرجتش على الفيديو، فتعالى معلم نشوف هل كانت ضربه جزاء فضيحه ولا لا، وتستاهل ان الحكم يتضرب علشانها ولا لا. هي ممكن تتحسب بس عشان هي لافينا ف الناس مش متقبلاها. هذا لا يحدث كل يوم، بس عندنا في مصر هنا بيحصل في الدرجة التانية كل يوم، للأسف بيحصل في التالتة كل يوم. فالناس اللي بتتكلم على ان في مهازل بتحصل في الدرجه الاولى وفي لعبات، وكابتن عصام فتاح بيقول وديت اللعبه دي للحكم الفلاني ووديت اللعبه دي للحكم الاعلاني، كابتن عصام الحكام بتوعك بيتضربوا في الدرجه الثالثه هم، وهتعرف تجيب حقهم ولا لا؟ بس قبل ما تجيب فكر تجيب حقهم، اداري الواسطه ولاعيبه الواسطه ونادي الواسطه بيتهم الحكم محمود الدسوقي ان هو وكيل لعيبه، وان هو كان نايم من امبارح في قريه الاسيوطي، وان هو اتعشى كباب وكفته، وان هو خد فلوس من مسؤولين لافينا. فبسم الله ما شاء الله انت دلوقتي قدام حاجتين، قدام ان انت تعاقب الاداري والناس اللي ضربت الحكم بتاعك، وان انت قدام تحقيق مع الحكم بتاعك والحكام اللي بيروحوا قريه الاسيوطي قبل ماتشات لافينا علشان خاطر تعرف الدنيا رايحه فين وجايه منين. هل انت هتعمل اي حاجه ولا هتسيبها ماشيه زي ما هي ماشيه؟ انا عن نفسي كواحد من هنا من بني سويف ولافينا بتيجي تلعب عندنا هنا ببه كتير، لا يا معلم الموضوع مختلف تماما، هي مش كتير ولا حاجه، هي جت تلعب عندنا الماتش اللي فات، وكانوا عايزين يدفعوا لنا فلوس ونروح عندهم والدنيا ضايعه خالص، وبسم الله ما شاء الله لافينا ماشيه بمبدا اللي معاه فلوس يقدر يعمل اي حاجه. فيديو كارثي طبعا، والفيديو شكله وحش جدا، والفيديو مسيء، بس عادي لو نزلت في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه هتلاقي في فيديوهات اكتر من كده بكتير، في فضائح اكتر من كده بكتير بتحصل. نرجع تاني نشوف ضربه الجزاء، هل هي ممكن تحسب ضربه جزاء ولا لا؟ هو سكولز هو اسمه سكولز لاعب لافينا دخل وعدى والتاني، هو ممكن يكون خد واحده من تحت كده، بس والله وارد انها تحسب، يعني الكرة مش فضيحه قوي كده، بس احنا عندنا في مصر وفي سوء النيه وفي سوء الظن من الاول، فالموضوع صعب. علشان يا جماعه لما يحصل مشكله في ماتش الاهلي والزمالك ما تقعدوش تقولوا لا 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 في مجاملات بتحصل للاهلي او مجاملات بتحصل للزمالك، يا باشا ده لافينا بتتجامل يا باشا، ونجوم مصر بتتجامل في الدرجه الرابعه، فانت جاي زعلان الاهلي والزمالك بتجاملوا، عيب عليك والله. بس بصراحه صعب عليا الحكم كابتن محمود الدسوقي، وطلع مسؤولين لافينا يقول لك يا جماعه الحكم عيط بعد ما اتضرب واحنا عايزين الثلاث نقط، طب اللي هو انت بتدافع على الحكم ولا عايز ثلاث نقط ولا الدنيا بالنسبه لك رايحه فين؟ وبعدين انت كنت هتلعب ضربه جزاء في العادي ازاي عايز ثلاث نقط؟ يلا هذا يحدث.